Sorgen jetzt? Stöhne gehen. عشان كل ما يسألنا وين أبوي قل له أبوك راح على مود شغلة بالأول وايد عذاني عشان كل شوية ونشدنا وين أبوي وين راح شي يسوي ليش ما يتصل ما كنت أدري شرد علي خطا يكسر الخاطر بس بعدين مني أنا هنا شوي صار أحسن صار بين عمامة والتهى باللعب عاد ما سألني وايد عنك لا تتفاجئين لا تتفاجئ بشنو اذا ما سألت عني وانا ملتهيت في الشغل نسيته والله تفكر بالفلوس نسيت اهلي نسيت امي ونسيت ابوي كان نايم بالمستشفى بين الحياة والموت حتى انت نسيتك نسيت روحك شوفك وايد متأثر من السجن مغيرك لهالدرجة سجن هو اسمه سجن الله لا يوصل أحد من السجن شوفه هناك وانت مسجونة ما عندش تسلية بشي إلا بأفكارك ومن تفكرين بحياتك الفاتت تي مثل المسلسل قدام عيونك وراح تشوفين اخطائك اللي خطيتين هذا السجن اي افهمك افهم شو تقول اكيد اكيد ما كنت بالسجن كنت تفكر وتلوم نفسك على اسلوبك على سوالفك وعلى مشاريعك الخسرانه اللي بسببهم دمرت حياتك وحياتنا وخسرتنا كل شيء حق لك بس لا تنسين انت كنت تقربين من ثاني بورصة صاحباتي باعن العدهن والما عدهن وراحن بالبورصة وبفلوس اشترن سيايير وبيوت انا هم سودا بدلت حجيج وبعت العدة والمعد حطيتها بالبورصة منير حرام عليك ترى قاعد تظلمني انا بس قلت لك الناس اللي اعرفهم راضين من هاي الشغلة البورصة مربحتهم وايد فلوس بس ما قلت لك بلي علم وبلي دراسة تروح تدخل البورصة وتخسرنا العدنا والما عدنا وبعدين سالفة التزوير شلون تزور أسناد وقيعان وتبيع وتشتري هاي السالفة هم أنا قلت لك بيها هم أنا قلت لك روح سويها بس الذنب كله صار ذنب منير نسيتي طلباتك ما كانت خلصا أريد بيت أريد سيارة سيارة حديثة أريد أعيش مثل صديقاتي هذا كله يريد فلوس سهام نسيتي هذا؟ حقك ما تدري ايش قد تلوعت وتعذبت هنا ويا أهلك ضليت هنا وتحمليت كل نظراتهم وشماتتهم كله الخاطر من؟ تفكر الخاطر من منير الخاطرك انت ادري حتى يشوفون لك حال حتى لا ياكلون حقك ادري والله ادري الوكيل قال لي بكل شيء قال لي وقال لي امي شلون نزعت قلادتها وباعتها خاطر تشتري حريتي قال لي شلون اخواني وجفوا وياي شوفي أنا اخواني صاير بيهم شي ما وقفت لهم هاي الوقفه بس هم وقفوا وياي سهام ترى ما يدرس عيون البني ادم الا التراب شنو السالفه منير اشوف اخوانك واي صايرين عزاز عندك اول تعالي لو ما اخواني
انا ماني يم الجلسه. اوعي فتح عيون السهران، الدنيا مو بس فلوس. لا ما صدق، هذا مو منير، هذا مو حكيك. انت مو بس خابص، الحبس قاسي مخك. نزلت من هاي الغاط وهاي الباروك، انا منين محتريت؟ والله انا محتر، يعني هاي صدق اقول ميت من الحر، بس ما اقدر انزحف. ليش؟ مو انا فنان معروف وهذا البرستيج مالي، الشكل مالي هذا، عرفت ليش؟ اي وشنو اخر دورك بالافلام انت فاهم؟ دوري وايد مهم الطوني هم، يعني فرد دور لو مخرب شيء كلمه واحده كل الفيلم يخرب. يعني هذا الدور الطوني يا فرد مهم عجبه. دور ايش؟ الطوني دور بأثر على الفيلم كله، يعني لو شوية خرب كل الفيلم يخرب. دريت شنو؟ دور ايش والله هذا قل لي. دور الميت. اي انا ميت بالفيلم، يعني هيك يعني لو متنفس هم خرب الفيلم. هذا هو؟ اي عش قد مهم؟ اي وايد. طب هسه لو تدري شنو صار. ها؟ يعني يتصلوا على صبح وظهر وبالليل، مو فاكيني ما اقدر انام. خير؟ عندهم فرد دور اقوى من هذا. انا قلت لهم لابن خالتي وهاي يعطونك دور وايد حلو. احسن من دوري. والله قول. والله انا بتبعد انا وايد دبيت ماي ويا عليهم. إيه؟ يلا اعطوك هذا الدور. ايه؟ تدري شنو؟ شنو؟ يعطونك بجونيه جنازه عودك ويطقون عليك ساعتين. والله شوف خلق لك، انا احس ان هاي فرد لعبه واحنا قاعد نتابع فد سراب وماكو شيء. هاي بس انا فقري خسر شغلتي بس. هاي شنو يا نور؟ انت بنفسك قلت الشركه قاعد تسوي تعديلات بالعمال والطاقم والمهندسين. هسه من سد باب ان شاء الله ينفتح الف باب. والنوب تعال هنا، انت مو مهندس وراعي تخصص وما قالت لابد تلقى لك شغله على قد حالك وتكف حياتك. اي حبيبي لا تتشائم بالامور. اي هسه اروح انا يقولوا لي تفضل مهندس انور، هذا الشغل على طبق من ذهب، وين الشغل بهاي الاوضاع؟ تحكي وعدك انت. تذكر الله تذكر الله، ان شاء الله يصير خير. والله ما ادري، انا كان عندي امل بزايره صفيه وانتهى هذا. ماكو فايده. زايره صفيه؟ هذه فرد عيوز كانت قبل هيبه لها، عندها قصايب حمر من توقف بيتهم فاصله عندها ويا الغريه، يذكر حافظ. اي الله يذكرها بالخير. زايره الصفيه. اي كانت من سير نتعدى احنا من هناك هاي الفاصله، انا اقرا المعوذات وري فيش من الخوف. من كنا يهال كنا نركض من يم بيتها، كانوا يقولون بيتها مسكون وهي بيها جني. هاي العيوز الطرف الديرة حاطه كانت. اي سوى روحها يتذكر كامل بس لا يذكر. يذكرها كان بالقماط يا عمي. اذكرها ولا تالي. اي اذكرها. سالت عليها الغرية قالوا ماتت هاي 7 سنين. توفت الله يرحمها. لا الله يرحمها. الله يرحمها. ما حصلنا منها نتيجة. ما حصلنا نتيجة. خير يا الله. بس اقول لك انا هم افتريت الديرة وهم سالت. مشت الشياب. اعطوني سوالف عجيبه غريبه. واحد يقول لي هاي طيره كل 7 سنين نوبتي هنا. والله واحد قال لي هاي فرد سمكه بالمحيط بس هناك تلقاها. يا الله هناك تروح تدور. شوف لا تعال اصلا انت شو ذنت ما ادري شو يقول ما ادري شو اسولف. تصور رقه تطلع من النهر هيك وانا حسبت يضحكون علي. تقول لك المفتاح تلقاه بالتراب، المفتاح تصعد الباب. السوالف شنو هذه؟ عمي يا رقه يا بطه يا سمكه، انا قدام كم يوم كمال قال لي اكو فرد مره هنا عايشه بالديره. وضع المالي مالها كلش ضعيف. انا رحت اشوف شنو السالفه. من دوريت بالديره لقيت فرد مره حالتها كلش تعبانه ووضع مالهم كلش ضعيف.
ومن عرفت نفسي وقلت لها انا ابن المرحوم ابو حافظ قامت تبكي وتندعي للوالد. منين تعرف ابوي؟ مو ابوي قدام لا يتوفى كان وايد يساعدها. هاي هي خلينا نشوفها. شنو هي؟ هاي الحاسمة. هي الحاسمة. لا مو هيك يا اخي يا انور يا سراج. حاسمة مو هاي البت اللي ندور عليها. شلون؟ مو طبق الوصية حاسمة جواب اللغز، وهاي البنت خرسة لا تقدر تجاوبنا ولا تتكلم، مو هي. والله ما ادري انا بعد ما اقدر افكر، تعبت خلاص، ما ادري ما عندي حل. ما ادري خلي نكف عمي. نعوف هاي السالفة. والله ما لها تالي. شلون نكف على حياتك؟ شلون نكف والورث؟ ادري الورث انت شلون كنت عايش قبل؟ كنت عايش على الورث؟ بابا لازم تدور لك شغله وتمشي على نمط حياتك العادي، احسب الورث ما كان. سراج مو على كيفك او مو بيدي. زين؟ هذا ورث، لازم يتقسم، هذا شنو ذنبه؟ خسر سيارته ومكتبه. انا عايب شغلي، انت، منير، مرته، هاله، امي، هذا لازم كل واحد يوصل لحصته، ما يصير هيك. انا خذان الوقت كون امشي. حبيبي سراج لا تستعجل. خلينا نشوف التالي شنو هي. ها؟ البت نفتح باب ونحل الجواب. خلاص كيف ما ادري ما كل شيء متبدل. اي وايد صاير تغييرات. وهاي التغييرات مستلزمات الحياه لابد ان يكون. لكن يا ريت التغيير يكون الى الاحسن. شوف هافا السجن مثل الوحش. شفت ايام بالسجن الله لا يراويها لحد. ليالي ما اقدر انام بالسجن، ما اقدر اغمض عيوني، ومن احط راسي على المخده واغمض عيوني يجيني مثل الضبع اخذني منها. حسابي يريد يفرسني، يريد يشرب من دمي. افكار شتتمنى ارجع للبيت. اتمنى ارجع للبيت واظل يم عائلتي واعوف كل اخطائي اللي سويتها. اخ لا تفكر ابو عديب، الفات مات، انسى. بعد لا تفكر بهن. شو انسى وانا خسرت كل شيء، العده والمعادي. اذكر الله اخويا، انت بعدك شاب والدنيا بعد قدامك، إذا انسد باب ينفتح لك ألف باب. شوف حافظ بهالوقت لا خسر الشيء بعد ما تقدر تحوشه. هي ياي الأهم، العيشة لو الشغل صرت مضحكة عند الناس، اعتباري بالسوق كله راح. منير فلس، تدري عن شني؟ هذا الاعتبار سنين تعبت عليه ولميته بس كله راح. حافظ كله راح. خويا منير انا انطيك الحق، لكن احنا موجودين، احنا اخوتك، حزان ظهرك. شكرا حافظ. حق على شنو؟ سوي روحك ما تدري. الوكيل قال لي كل شيء. لا يا معود انا ما سويت شيء الا الواجب. ولا تنسى اكو ناس هم ساعدوني بهاي القضية. ادري هسه هم
قوم خلينا نمشي يم الاولاد ونحل هاي مساله الحاسمه. خلينا نشوف شنو هذا اللغز. يلا. لا 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 انت روح، انا ابغى هناي وراك. يا معود مشنا هناك يم الاولاد شويه افتره، انت بعدك شايل حقد على انور؟ مو السالفه فاتت وقضت وانتهت؟ لو جاي من القريب كان نسيتها، بس جاي من القريب شلون انساها؟ حافظ وقت اتهمني انور ببوق ذهب امي نار قبت بيه. تدري انا ايش قد كنت احب انور؟ شوف صاحبي هاي السالفه مات 20 سنه قدام، الموضوع انتهى والحرامي قضيناه. ما اقدر انسى حافظ، ما اقدر انسى نظرات ابوي من تهمني انور، كل ما يعاين علي ابوي نار تقبيه. انا حرامي؟ انا ابوك الذهب؟ اخويا ابو اديب انا انطيك الحق، بس انا اللي عارفك انت ابو قلب كبير والسمح والمسامح ترى كريم. انسى الفات. اقول لك ها ما نسيت شيء ما قلت لي. نسيت شيء؟ لا فكر فكر. شفك يا معود كل شيء ماني ناسي. ما قلت استنشق. ودعتك بهالايام هلقيت شف نظيم ومصايب اللي هاي المفرده نسيتها بالكامل. خليتها على الواد من بعد. اقول لك عمي ابو رحيم ما شفته. عمي ابو رحيم اختار ورجع للغريه. يقول شلون بفاتحه ابونا لا رمينا ولا اعطينا مفطح وغوزي. ما رضى هنا. شو اتصلت بي؟ ما يرضى، وصيت ابو علي حاكي. الله كريم. الله كريم. لك هاي احنا فنهيت اخراج وتمثيل كله. لك هاي الحركات؟ اي اي. لا تحجوا لا تحجوا. جايبكم بس تحضرون الطير وتجون يتصلون الطيور وتودونها. ليش طايره ورا الغيابه؟ ورا الغيابه. لازم عليها. بالله اعطيني شوي احنا ارمي بيها. شنو بهاي تبقى؟ ايه تحسبها تبقى عاديه هاي؟ تدري هاي شنو هي؟ ايش قد بيها خطوره؟ مو هي دبابه بعد تبقى هي. هذا من خاطر غشي. تبقى عاديه. اصلا تدري هاي تبقى ما اثمن؟ لا ما اثمن. هاي هداها لي انا اندولن بعيد ميلادي. يبوي هذا تدري يا هاو ممثل مال بنجلاديش هذا. عفيش وكر يا بنجلاديش مال فرنسا. مال فرنسا 20 امتياز لك. عمي حلا كيفك؟ بهداي شويه. بس اقول لك هاي التفقه شنو سالفتها؟ وايد احب ادري. هاي التفقه على اندرن اخر ساعات حياته هدا هاي لي قبل لا ينعدل. ما توجهت انا على اندرن ما عدمه. شو يقول؟ شو يقول ما عدمه؟ عدمه ولا ما عدمه؟ الدنيا دواره، الملك ما يضل ولا الفقير. صح لسانك شاكر بكره. الملك خوان. ما معلوم هاي التفقه كاتله شم نفر بلاي ذنب. هاي فر الزمان كانت لها هيبة مو هسه نقنص للزرازير بيها. عمرك حكيت لك حكاية حلوة. لا قلت لي كان ما دام جبتوها على القنص خليني اصرفلكم في السالفة. فرد يوم اجى وراي صاحبي حمود بامية قال لي طارق فيش قب غيرتك خل نروح للقنص. قلت له امشي احلف. لك وسش ايش قايل حتى يحلف؟ حياتك. ليش تحلف بحياتي؟ احلف بحياتك. لا حول الله. وين كنا؟ كنت تسولف على القنص. اي انا وحمود باميه. اخوي رحنا لمينا شوالاتنا وهاي ومشينا. مشينا وقلت لحمود حمود ترى هنا وايد بيها خنازير.
قال لي ما عليك انا ما يخوفني اي خنزير. قلت له عادي امشي. رحنا اخوي قاعد نمشي وشفت حياتك ثلاث خنازير. دار ما دوارنا. انا اتفقت لك فشقه واحده شو اسوي؟ اطق خنزير واحد اثنين هجمن علي. فلك سويت؟ سويت؟ اثنين فشك خليت بحلقي. اثنين خنازير اقول لي لا فشق. فشق. خليت بحلقي واحده منها واحده منها وتبقى هم بيها فشقه. رميت الخنزير الواحد واثنين بحلقي كتلت اثنين وطيحت ثلاثه من القاع. طاح صوارخ اثنين. شنو قصدك؟ شذب؟ لا حشاك من الصدق. ما نمشي جلاد ترى اهتمت علينا والذيابه. اي وتشذب همزات. صار لي مدة قال لي تفرشي والحقيقة الصحة قلت خير قولي أنا وأنت عدينا هاي الحكي ويانا؟ لا بس تصير ارتاحة وياي ومحافظ اللي همك يهمني أشكرك بس سمعت من محامي منير خو اخو سهام بايك سيارتي كان والباقي بعد انت تدرينه وانا مستحيه منك يا ام جليل. سهام مرت منير شنتج هاي لا هذا الحكي شنو محافظ يعني انت ما ليش دخل بهاي السالفه لا تصير ببالك هاي مو دارد اقول لك بس ما اقدر حتى سهام ما قلت لها خي بس لازم اقلها و تفتهم شوية منير خسر كل شيء أخطأ وين ذاك منير وين هذا منير حالته من زينة صباح خلت راحت الخاطر صان هاي سهام بحياتي تشوف أهلها خلت راحت حق بيتها خية خلت تروح ترتاح شوية أم حافظ صدق السيارة كانت نافعتني وكان رزقي بيها بس أخوها اللي مسوي هاي السالفة يعني هي ما عندها ذنب لا تخبرينها خوش ما أريد بخاطر أفعال أخوها تتفشل قدامنا لازم أقلها كون تتبدل هذا السنة راح يصير لها يجيب لها مشاكل خيوم جليل ما يصير هيك كله نقر كله نقر كله كناوي شرد اديتش البيت بعد شو انت تسوي بينا انت خاطرك وايد عزيز يمي محافظ انا على خاطرك اريد انطي رضاي عليه بدون ما احد يدري لا 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 تشتبهين ام جليل هو المشتبه كون ياخذ جزاء وانت كنت تاخذين خساره السياره، مو تتنازلين عن حقك ها، هذا حقك. ادري يا محافظ، ادري بي. بس كان تعدى وراح بعد. احنا مثل عائلتكم. شاربين وياكم، قاعدين وياكم. والنعم بيكم. الله يرحم بيبيتك، الله يرحمها. الله يرحم جميع الأموات احنا أقارب وحبايب أنا حتى حافظ ما قلت له بيبيتك الله يرحمها
تصير مرت عم ام ابو حافظ. بنت عم ام ابو حافظ؟ اي نعم. والله انا ما كنت ادري. بكل هاي المده كنا واحد بعيدين عن الثاني. صدق فارد ديره. بس لا انا عندي خبر منكم ولا انتم عندكم خبر مني. اي نعم. بس الحمد لله هسه صرنا واحد يم الثاني. وهي تسوى الدنيا. اي والله. بس فضه. على السوالف اللي حكيناها واحنا حبايب مو تاثر عليك، حقك كون تاخذينه، الحق حق. اي. شوفوني انا رديت كل الفلوس اللي كانوا هذول المشتكين على منير كامل نطيتهم. ان شاء الله خير. خواهش میکنم عمو جان، اینجا خونه خودت، خیلی خوش آمدی. عمو جان حافظ. ام حافظ خوی سراج بعد عمک. این جوون تو این چند روز خیلی تلاش کرد شماره تلفن شما رو گیر بیاره، ولی موفق نشد. این شد که از طریق یه واسطه شماره تماس منو گرفت، با هم صحبت کردیم و قرار گذاشتیم که امروز بیاد اینجا. خیلی خیلی خوش آمد. میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. این جوون همونیه که قلب پدر شما تو سینشه. قلب مرحوم ابو حافظ به سینه این جوون هدیه داده شد. من نمیخواستم ناراحتتون کنم، ببخشید، کاملا شما رو درک میکنم، ولی خب باید شما رو میدیدم از نزدیک. من واقعا نمیدونم با چه زبانی ازتون تشکر کنم. شما زندگی ما رو نجات دادید. قلب پدر شما مهمون سینه منه. اومدم بهتون قول بدم که ازش مراقبت کنم و هیچ وقت نذارم سیاه بشه. امیدوارم که امانتدار خوبی باشم. یادته؟ یادته چطور امیدی به زندگی نداشتم من؟ هیچ امیدی به زندگی نداشتم. 8 ماه بود که ازدواج کرده بودیم. رفته بودیم دکتر که دکترها گفتن باید عمل پیوند قلب انجام بدم. دکترها گفتن که فقط باید دعا کنم. دعا کنم تا قبل دیر شدن یه قلب گیرم بیاد. ولی خدا شاهده. خدا شاهده که من هیچ وقت همچین دعایی نکردم. آخه میدونستم. میدونستم با پیدا شدن یه قلب برای من یعنی مردن یکی دیگه. من فقط سپردم به خودش. الان تو سینه شما آرام شد. عمی، منیر، حافظ، انوار، سراج، سرتون بالا بگیرید، به پدرتون افتخار کنید. پدرتون با این کارش
جون چند نفر نجات داد. در ثانی اسمش برای همیشه بین ما زنده موند. کمکاری نکرد مرحوم و حافظ. پسرم انشالله سالهای سال عمر کنی. این قلبی که تو سینته برای ما خیلی عزیزه. مراقبش باش. خدا رحمتش. زنده باشی دخترم. وامسح دموع الحزن من الشمس امسح حروف الالم واكتب امل وامسح دموع الحزن من الشمس صير نبها ونيب وسط المضيق عني صوتك انت لا صوتك انت لازم تنسمع علي صوتك انت لازم تنسمع شموخ بشبنا جنة خردان